السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله بخير. نلتقي أنا وياكم بحلقة جديدة ويا الأليلات المميتة من بعد ما كملنا السيادة غير التامة والسيادة المواكبة المشاركة. بقالنا آخر موضوع عن الصفات التي تتحور عن نسبة مندل، واللي راح تكون نسبتها شقد قلنا عليها؟ النسبة راح تكون 1:2:1. هاي منو اللي يعطيني النسبة؟ الهجائن. موضوع الأليلات المميتة طبعا جدا مهم، جدا مهم، مو كمسائل، كتعريف ورد بالوزاري، كطرز جتي بالوزاري على صيغتين، يا اما نوع موروثة يا اما الطراز الوراثي. هسه راح اعلمكم عليه لانه موضوع يستحق الاهتمام ومهم. يلا انا وياكم. الأليلات المميتة، شوف لي التعريف فوق، ممكن يقول على اسم الأليل المميت او الجين المميت، يعني ممكن بتجمع الأليلات المميتة أو الأليل المميت أو الجين المميت. هو الأليل الذي، اسمعوا وياي، هو الأليل الذي، شنو كلمة أليل؟ من البداية قلنا الأليلات، الأليل هو منه؟ هو الرمز أو الحرف أو العامل. إذن أكو حرف مميت، أكو رمز مميت، أكو عامل مميت. إذن الأليلات المميتة أكو حروف مميتة، أكو رموز مميتة، منو هي وش تسوي؟ شوف التعريف مهم نحفظه، هسان ياك راح أعيده أكثر من مرة. هو الأليل الذي يؤدي تعبيره، يؤدي تعبيره يعني من يجي يؤدي تعبيره إلى شنو؟ إلى هلاك الفرد. راح من يجي تعبير هذا الأليل أو الحرف أو الرمز راح يهلك الفرد. الذي يا فرد، الذي يرثه، اللي راح يورثه من امه وابوه، شلون يورثه؟ بصوره نقيه، بصوره نقيه. اسمعوا وياي لهنايا، لهنا انا دا اوضح لك التعريف. شنو بصوره نقيه؟ باعوا وياي. الاليل او الرمز او الحرف او العامل، اكو حروف هسه راح نعرفها منو هي. هاي الحروف او الرموز او العوامل او الاليلات اذا جتي راح تبين انه هذا الفرد ميت، هذا الفرد أدت إلى هلاكه. يا فرد من عندهم، بكل الحالات وبكل الصيغ، لا مو بكل الحالات وبكل الصيغ. الذي يرثه بصورة نقية، يعني اللي راح يمتلكه من أمه وأبوه بصورة نقية، نقية زين، نقية نقية نقية. أرجع على مندل، أنا النقي كم مرة كان يجيني؟ يجيني لو سائد لو متنحي النقي. إذن بصورة نقية، سائد في حالات ومتنحي في حالات أخرى. إذن الأليل المميت، مرة سائد نقي يموت الشخص، مرة متنحي نقي يموت الشخص، لو هذه لو هذه. أكو أليل متنحي من يجي يموت هذا الشخص اللي امتلكه أو ورثه، وأكو أليل سائد من يجي نقي يموت هذا الشخص أو يهلكه اللي راح يورثه من امه ومن ابوه. اذا التعريف شو يقول؟ مو راح نكمل انا وياكم الطرز، نرجع على التعريف راح يتوضح اكثر. هو الاليل الذي يؤدي تعبيره الى شنو؟ الى هلاك الفرد. يا فرد، الذي يرثه، شو يورث؟ يورث الاليل اللي نسولف عنه، شلون يورثه؟ يورثه بصوره نقيه، والنقي بمندل بكم حاله؟ سائد في حالات ومتنحي في حالات اخرى. تعال نباوع، من هو الأليل؟ وبياجه إجاني سائد وموت، وبياجه إجاني متنحي وموت. الأمثلة خمسة، وخمستهن مهمات. الأمثلة الخمسة هما: أولهم مرض، فقر، الدم المنجلي. مرض فقر الدم المنجلي، هذا شنو مرض فقر الدم المنجلي؟ احنا نعرف انه كريات الدم الحمر هي شكلها بهالشكل، هذا قرصي مقعر الوجهين بهذا الشكل، هذا الشخص اللي راح يصير عنده فقر دم منجلي، حتصير عنده حالة بكريات الدم الحمر، راح يكون شكلها بهالشكل، هذا منجلية الشكل، وما راح تتحمل انه تبقى، لان وضعها الطبيعي هو قرصي مقعر الوجهين، راح تكون منجلية الشكل، فراح يموت الشخص اللي يمتلك هذه كريات الدم الحمر. راح نعرف عنه شنو هو بالشرحيات. هسه خلي نفتهم كطرز، تعلمنا ننطي طرز حل مسائل، نرجع الشرحيات نشوفها سهله زين. المثال الثاني هو منو؟
هو الدجاج الزاحف. المثال الدجاج الزاحف هو من العفور، عندنا دجاج تكون الأرجل ماتة بهالشكل هذا تكون الطبيعية، هذا الدجاج الزاحف الأرجل ماتة تكون قصيرة أو ملتوية فما راح يقدر يمشي بصورة طبيعية، فيصير مثل اليزحف، فهذا الدجاج يسموه الدجاج الزاحف، بس هم به حالة مميتة، هسه نعرفها هي منو، أجي على المثال الثالث هي الفئران الصفر. عندي فئران صفر وعندي فئران الرمادي وهسه راح نعرفها من القرز. اجي على المثال اللي وراء اللي هي منو؟ الكلاب المكسيكية. طبعا الكلاب المكسيكية اتطرق لها كمسألة بالوزاري وانتبه عليها نحلها اني وياكم. واخيرا الذباب منفرج الجناح. هذول الخمس امثلة. نجي على قرزهم. شوف أنا مرتبت لك السبورة بثلاث حقول، راح نبدي بأول حقل وأنطيك أسماء عربية وبعدين أرجع أنطيك أسماء الإنجليزية اللي هي الطرز المظهرية والطرز الوراثية. نجي على المثال الأول اللي هو فقر الدم المنجلي. هنا عندي هنا شخص مصاب بفقر الدم المنجلي يموت بعد سن المراهقة. من يوصل السن المراهقة يموت بعد ما ممكن انه يقدر يتحمل ويكمل حياته، ولو شخصت حالات اخرى في مجال الطب. ان شاء الله من توصلون طبية ومجاميع علمية راح تتوضح عندكم الوراثة بصورة اوسع، بس هسه احنا شو نسوي؟ نلتزم بالمنهج اللي عندنا. طبعا مداخلة صغيرة، اكثر الطلاب يسألون عن امثلة او عن اشياء ممكن تفيده او ما تفيده، هو حب استطلاع من الطالب. اي نعم، بس هسه انت يا ابني عوف للخارجي، عوف للاشياء اللي ما تفيدك. هسه المنهج مالتنا يا دوب احنا نلحق نسيطر عليه، خلينا نسيطر على عندنا وبعدين ان شاء الله بالكليه من توصل مجامع طبيه سالوا اللي تريدوا تتعرفون على جميع المعلومات العلميه. نجي على هذا شخص مصاب بفقر الدم المنجلي يموت بعد سن المراهقه. من الحرف اللي راح يموت، الحرف اللي راح يموت بفقر الدم المنجلي هو H B S. هذا هو اللي راح يموت H B S، يعني من يجي H B S H B S. هذول ال H والبي والاس يعتبر عامل واحد، يعتبر قليل واحد، يعتبر رمز واحد. هذا هو يموت بعد سن المراهقة. هذا اجي على لبصفة. أنا عرفت اللي راح يموت بفقر الدم المنجلي هذا شكله. هسه شخص حامل لمورثة فقر الدم المنجلي. من هو اللي راح يكون طرازة الحامل بفقر الدم المنجلي؟ راح يكون طرازة بهالشكل هذا H B A H B S H B A H B S. وياي نكمل، نرجع على شخص سليم من فقر الدم المنجلي. سليم من فقر الدم المنجلي شنطي انطي H B A H B A. هذا طرازة، شوفها قدامك، هذا الطرز مالت الأليل مالت فقر الدم المنجلي. إذا قل لك مصاب بفقر الدم المنجلي يموت بعد سن المراهقة H B S H B S، قل لك حامل لمورثة فقر الدم المنجلي H B A H B S، قل لك سليم H B A H B A. ولكن عندنا وقفة صغيرة بعدين نرجع لها أنا وياك ونكمل. المثال الثاني هساعدلكم هذا شوية حتى تكون أكثر ترتيب لك H B S H B S. أجعله الدجاج الزاحف. عندي هنا راح أكتب لك بالمثال الثاني، شوف الطراز المظهري، دجاج زاحف يموت. من هو الدجاج الزاحف اللي يموت؟ تعال نكمل أنا وياك. دجاج زاحف يعيش. نجعله دجاج اعتيادي.
اعتيادي يعني غير زاحف. هذا مو مرض. الدجاج الزاحف هو مو مرض، هاي صفة إله. هل هو زاحف أم هو اعتيادي غير زاحف اللي هو شبيه يعيش؟ يلا ننطي الحروف. من الحرف اللي راح يموت بالدجاج الزاحف، الحرف اللي راح يموت هو سي كابتل. اذا من يجي سي كابتل سي كابتل فهذا الدجاج ميت. من يجي سي كابتل سي سمول فهذا الدجاج زاحف بس عايش. من يجي سي سمول سي سمول هذا الدجاج اعتيادي، اصلا هو مو زاحف. ايضا العفو اصعد الكياه شويه. يلا نرجع انا وياك على المثال الثالث ومن نكمل الامثله. اجي انطيك اياها صوره بعد ارتب. الفئران الصفر، عندي فئران صفر تموت، هذا لون، هذا مو مرض. وعندي فئران صفر تعيش، وعندي فئران مو صفر رمادية تعيش. نجي من الأليل المميت بالفئران الصفر، الأليل المميت بالفئران الصفر هو الواي كابتل. إذن واي كابتل واي كابتل هو ميت، واي كابتل واي سمول هو يعيش وأصفر، واي سمول واي سمول أصلا مو أصفر، إذن هو رمادي ويعيش. أجي على المثال الوراء. الكلاب المكسيكية، كلاب مكسيكية عديمة الشعر، عديمة شعر شبيها هنا تموت، وهنا كلاب مكسيكية عديمة شعر بس شنو تعيش، وهنا كلاب مكسيكية ذات شعر وشبيها أكيد تعيش. من الأليل أو الحرف اللي راح يموت بالكلاب المكسيكية هو H. إذن H كابتل H كابتل هذا ميت. نجي H كابتل H سمول هذا عديم شعر بس يعيش، هذا H سمول H سمول هذا ذات شعر. أجي على المثال الأخير. ذباب منفرج الجناح شبيه هنا يموت، هنا ذباب منفرج الجناح بس شبيه يعيش، وهنا ذباب منطبق العفو حيكون عندي منفرج يموت منفرج يعيش، والأخير هو منطبق الجناح شبيه يعيش. طبعا هنا ما نعطيني الحرف مالته بالكتاب فممكن ناخذ حسب المتداول W كابتل. اذا W كابتل W كابتل هذا يموت، هنا W كابتل W سمول هذا يعيش، W سمول W سمول هذا يعيش. تعال انا وياك نوضح هسه من الاليلات المميته. تعال هنا على هذا الحقل. هسه منو الأليلات المميتة؟ H B S C كابتل Y كابتل H كابتل W كابتل. هذه الأليلات المميتة. H B S مميت لفقر الدم المنجلي، C كابتل مميت للدجاج الزاحف، Y كابتل مميت للفئران الصفر، H كابتل مميت للكلاب المكسيكية، و W كابتل مميت للذباب منفرج الجناح. زين، هو ايش قال لي بالتعريف؟ هو الأليل الذي يؤدي تعبيره، باعجة تعبيره هنا من إجا، هو الأليل الذي يؤدي تعبيره إلى هلاك الفرد. هلك للفرد هنا، هنا كلهم راح يموتون، هذا يموت وهذا يموت وهذا يموت وهذا يموت. باعوا ياية. هو الأليل الذي يؤدي تعبيره إلى هلاك الفرد الذي يرثه. منو أخذه؟ للذي يرثه بصورة نقية، هذا نقي هذا نقي هذا نقي هذا نقي هذا نقي، سائد في حالات ومتنحي في حالات أخرى. وين السائد وين المتنحي؟ هنا عندي W كابتل H كابتل Y كابتل C كابتل، وهنايا
كابت السمول يعيش والسمولات تعيش. باي هنا قليلات مميتة مهمة. هسا أنا عفت فقر الدم المنجلي، تعال نسولف على الحيوانات الأربعة اللي عندنا اللي هو الدجاج والفئران والكلاب والذباب. سيكابتل سيكابتل يموت، واي كابتل واي كابتل يموت، اتش كابتل اتش كابتل يموت، دبليو كابتل دبليو كابتل يموت. إذا السائد يموت بهذول الحيوانات زين. هنا يا سائد بس هجين مو نقي، شو هذا يعيش 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 يعيش. نجي هنا، هذا لا هو الزاحف اعتيادي، إذا عادي يعيش لأن هو القليل المميت بس بالزاحف. هاي رمادية تعيش عادي لأن هو بس الأصفر المميت. وهاي الكلاب مكسيكية هاي عندها شعر بس اللي ما عندها شعر تموت. والمنطبقة الجناح أيضا تعيش لأنه بس المنفرجة الجناح هي اللي راح تعيش. تعال أنا وياك. معناها الأليلات المميتة السائدة النقية اللي تموت هي بالحيوانات اللي هي الدجاج والفئران الصفر والكلاب المكسيكية والذباب منفرج الجناح والروح على الإنسان. فقر الدم المنجلي ليش ما أنا أخذت بالله الأس هذا اللي قدامك الأس؟ أنا منو قال لي هذا كابتل لو سمول؟ هو أصلاً الأس بحد ذاته لو نجي نشوف الحروف الإنجليزية مالته هذا الكابتل وهذا السمول صح؟ شلون أعرف إنه فقر الدم المنجلي هل هو سائد أم هل هو متنحي؟ تعالوا يا ماما على الحقل الوسط، وياي هنا على الحقل الوسط. سي كابتل سي سمول هذا سائد وهذا متنحي باعتباره كابتل سمول صح؟ واي كابتل سائد واي سمول متنحي، اتش كابتل سائد اتش سمول متنحي، دبليو كابتل سائد دبليو سمول متنحي. نجي على الأول اتش بي اي هو السائد، اتش بي اس هو المتنحي. اذا منو الموت بفقر الدم المنجلي؟ السائد الاي لو المتنحي الاس؟ المتنحي الاس هو اللي موت. اذا الأليل المتنحي المميت بفقر الدم المنجلي يكون قلت لكم العفو متنحي وليس سائد. يعني الإنسان وحده متنحي بالأليلات المميتة والحيوانات الأربعة تكون سائدة. ومنو هي الأليلات المميتة؟ نرجع أنا وياك على التعريف شي يقول. هو الأليل الذي يؤدي تعبيره إلى هلاك الفرد. هذا الأليل، هذا الحرف، هذا الرمز، هذا العامل يؤدي تعبيره إذا إجا إلى أنه يموت الفرد، يهلك الفرد، يا فرد من عندهم اللي ياخذه بصورة نقية، أنا ياخذه بصورة نقية، كلمة نقية أنا أعرفها لو سائد لو متنحي. إذا أكو أليل مميت يموت من يجي سائد نقي، وأكو أليل مميت يموت من يجي متنحي نقي. من هو المتنحي نقي؟ فقر الدم المنجلي. من هو السائد نقي؟ دجاج زاحف، فئران صفر، كلاب مكسيكية، الذباب، منفرج الجناح. اما اذا قال لك السليم من فقر الدم المنجلي اتش بي اي اتش بي اي، الاعتيادي مو الزاحف سي سمول سي سمول، الرمادي مو الاصفر الفئران سمولات، وذات الشعر ليست عديمه شعر اتشات سمول، والمنطبقه هي دبليو سمول. واسالك سؤال وفكر وياي لمده كم ثانيه قبل ما اني اقوله. اذا هسه اني اسال اقول ضربت فئران صفر مع فئران صفر، اجي اباوع منو ناخذ؟ عندي فئران صفر هنا وعندي فئران صفر هنا، اخذ ذاك الطراز لو هذا الطراز؟ فكر ثواني. اكيد بينك وبين نفسك اذا افتهمتها ايش راح تقول؟ هذا مستحيل اخذه. ليش؟ لان هو ميت. شلون تجي تزاوج وهو ميت؟ هذا ميت منتهي. اذا من الاصفر عندي؟ باوع بدا يسهل عندي. الاليلات المميته، الاليلات المميته اذا اقول لك اصفر فئران صفر ماكو بس هذا اللي راح نزوجه، قال لك عديم الشعر كلاب مكسيكية بس هذا، قال لك دجاج زاحف بس هذا، وفقر الدم المنجلي هذا حامل للمورثة. معناها يا عزيزي يا ابني ويا بنتي شوف لي الملاحظة المهمة اللي راح أكتبها. الملاحظة تقول هذه الطرز اللي قدامكم هنايا اللي كتبناها بالحقل الأول لا تؤخذ بالآباء أبداً لأنها طرز لأفراد ميتة، ولكن تأتي بالأبناء فقط والأبناء هي اللي راح تكون ميتة. تعالوا نشوف من هي الطرز اللي ما ناخذها بالآباء. HBS HBS ما ناخذه،
سي كابتل سي كابتل ما ناخذها هاي بس بالابناء تجي واي كابتل واي كابتل اتش كابتل اتش كابتل والدبليو كابتل دبليو كابتل. هذا الطرز تجي بس بالابناء ممنوع ناخذها. اذا قال لك اصفر فئران صفر ناخذ فقط من هو الهجين. وياي على الحقل الثاني باوع قال لك هنايا الدجاج الزاحف اذا هو اللي راح يتم التزاوج معه ناخذ الهجين، الفئران الصفر الهجين، قال لك كلاب مكسيكيه عديمه شعر الهجين، قال لك منفرج الجناح ناخذ من عند الهجين، اما اتش بي اي اتش بي اس يقول لك حامل لمورثه فقر الدم المنجلي الهجائن. باوع الطرز المظهريه كل الزين وشوف الطرز الوراثيه واحفظها. الكابتلات بالحيوان تموت، السمولات بالحيوان تعيش، اتش بي اس اللي يعتبر هو المتنحي بفقر الدم المنجلي يموت، واتش بي اي اتش بي اي بفقر الدم المنجلي يعيش، والهجائن كلها تعيش بس نفس الاسم العربي اللي عندك بالحقل الاول اللي راح يموت. احفظها زين، افتهمها زين، التعريف مهم اللي هو الاليل الذي يؤدي تعبيره الى هلاك الفرد الذي يرثه بصوره نقيه سائد في حالات ومتنحي في حالات اخرى، وقدامك المتنحي هو فقر الدم المنجلي والبقيه كلها سائد. وتابع وياي الاسئله المهمه على هذا الموضوع. المساله او المثال يقول ضرب دجاج زاحف مع بعضه، ما ناتج افوان وما نسبه الوفيات ولماذا؟ شوف راح انطيك مساله على تعليل ورد بالوزاري مهم. ضرب دجاج العفو زاحف مع بعضه، ما ناتج افوان وما نسبه وفيات ولماذا؟ اصفن بسرعه اقول الدجاج الزاحف اليلات مميته. اول شيء افكر به انه اخلي خط على الدجاج الزاحف واقول منو هذه يا وراثه؟ وراثه ما بعد مندل اللي هي الاليلات المميته مع بعضه، معناها دجاج زاحف مع دجاج زاحف. اجي ما نسبه الوفيات ولماذا ورا ما اطلع الافوان؟ عيني باع ليش اسوي؟ اجي اباوع انا الدجاج الزاحف كم طراز عندي بي اخذته؟ اخذت سي كابتل سي كابتل، واخذت سي كابتل سي سمول، واخذت سي سمول سي سمول. هاي الثلاث طرز انا عندي فقط اللي اخذتها بالدجاج الزاحف. اجي هذه شنو كان اسمها؟ هذا دجاج زاحف بس شبيه يموت. هذا شنو؟ هذا دجاج زاحف بس شبيه يعيش. وهذا دجاج اعتيادي يعيش اصلا ما قايل عليه، وبس الزاحف الزاحف يموت اباوع. يقول لي زاحف مع زاحف، هل يا ترى اخذ الزاحف اللي الطراز مالته سي كابتل سي كابتل اللي راح يموت؟ لا ابدا هذا ما يخدمني ما يفيدني. زين اخذ الاعتيادي؟ لا هذا هم ما يفيدني ما يخدمني. من اللي راح يفيدني؟ فقط هو هذا. ليش؟ لان هذا هم دجاج زاحف وهم يكون يعيش ما يموت، والدجاج الزاحف سببه هو قصر والتواء الارجل بهذا النوع من الدجاج، فيكون شكله من يمشي مثل اللي يزحف قلت لكم عليه بسبب قصر والتواء الارجل في هذا النوع من الدجاج. ونجي على الحل، ايش راح نقول هنايا؟ حيقول لي زاحف زاحف اذا الطراز مالته هذا السي كابتل سي سمول وهذا السي كابتل سي سمول، تمام هذا انا عرفته اجي على احل. هنايا عندي الرموز، الرموز ايش راح تصير؟ مثلا اذا اريد انطي اني رموز لهذه المساله او لهذا المثال او لهذا الموضوع. الدجاج الزاحف هو سي كابتل، بس هذا السي كابتل مرات يموت مرات ما يموت. زين انا ايش راح اسوي؟ طبعا دائما هنايا بالمسائل ما بعد مندل اكثر الامثله او المواضيع ما بها هواي رموز، الرموز اكثر شيء موجوده وين؟ لو بالوراثه المندليه، لو مثلا بالاليلات المتعدده راح تجينا بالمحاضرات ان شاء الله راح ناخذها بعدين، او بالوراثه والجنس. هنايا الرمز مالت الدجاج الزاحف انا اللي اعرفه نرمز لعامل الدجاج الزاحف هو السي كابتل، اي بس انا ما قلت نقل واجين، اذا اوكي صحيح نرمز لعامل الدجاج الاعتيادي لان راح يطلع لنا بالابناء هو من هو؟ هو سي سمول. اوكي اجي اباوع الاستنتاج بما انه ذكر في السؤال الدجاج الزاحف اذا الوراثه لا مندليه بين قوسين اليلات مميته.
خلصت من نوع الوراثة، أجعله الطرز، أو نقول بما أنه ضربة دجاج زاحف مع بعضه، إذن الطرز الوراثية لكلا المتزاوجان هو سي كابيتال سي سمول. أجي أحل التضريب الرياضي، هنا علامة الذكر علامة الأنثى، هنا دجاج زاحف وهنا دجاج زاحف. سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول، بي جي اف، انقسام اختزالي اخصاب. نجي على الحروف مشابهة، لا، سي كابيتال مشيج سي سمول مشيج، سي كابيتال مشيج سي سمول مشيج. اجي اطلع الابناء الاول ويا المشيج الاول سي كابيتال سي كابيتال، ارجع على نفسه ويا المشيج الثاني سي كابيتال سي سمول، ارجع هذا ويا هذا سي كابيتال سي سمول، واخيرا هذا ويا الاخير سي سمول سي سمول. اجي اسمي طراز مظهري، هذا دجاج زاحف شبيه يموت، هذا دجاج زاحف بس ما يموت يعيش، هذا دجاج زاحف شبيه ايضا يعيش، واخيرا هذا دجاج مو زاحف اعتيادي اصلا يعيش. ايش قد طلعت لي النسبة؟ يلا انا وياك، واحد دجاج زاحف يموت، هذا اللي يعيش واللي يعيش اثنينهم زاحف اثنين، ولا اعتيادي واحد، هم طلعت النسبة واحد اثنين واحد، واني قلت لك طلع النسبة من الطرز المظهرية الاسماء العربية. نجي ما نسبة الوفيات؟ عندي 100%، هنا طلع لي ربع وهنا نص وهنا ربع، اذا 25% هي الوفيات. علل وزاري، يلا تعال على التعليل، ظهور ربع الناتج ميت عنده تضريب دجاج زاحف، طلع لي ربع ميت، ليش من ضرب الدجاج زاحف؟ شنو السبب؟ لأن كلا الآباء يحملان الأليل المميت اللي هو سي كابيتال، نكتب له التضريب، لأن كل الآباء اللي هو سي كابيتال سي سمول سي كابيتال سي سمول يحملون هذا السي كابيتال، فالفرد اللي أخذ سي كابيتال من أبوه سي كابيتال من أمه هذا مات، إذا ليش طلع لي ربعهم ميت؟ لأنه اثنيناتهم شلون الهجين بهجين كان يجين الربع، هذا هم اثنينهم هجان جاني هذا الربع ميت، إذا سي كابيتال أخذ من الأب سي كابيتال من الأم، لأن كل الآباء يحملان الأليل المميت اللي هو سي كابيتال اللي هو السائد، اذا ظهر لي ربع الناتج ميت، هذا هو السبب بنسبة الوفيات 25%. وباوع لي السؤال كلش واضح وكلش حلو وكلش سهل، وان شاء الله استفاديت من هاي الحلقة، ونتابع الحلقة القادمة نكمل بها الأليلات المميتة.